نيجي للعمرة، نسأل الحاج عوض أبو مذكور رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة في غزة، إيش اللي بنسمع جن على العمرة؟ في أي مشاكل صحيح في العمرة؟ والله إن شاء الله يعني الأمور يعني تمامية. في صار تأخير في الفوج الثاني لسفر المعتمرين، أدى إلى تأخير إقلاع الطائرات من مطار القاهرة، أدى لتأخير عودة المعتمرين، أدى لمبيت زيادة ليلة في الإسماعيلية، وهذا الأمر زي ما تقول أزعج الداخلية طبعاً، لأنه تعطل المعبر يوم أحد يوم اثنين يوم ثلاثة، وهذا الشيء يعني ما كانش معمول له بالحسبانية. الظروف الأمنية يعني سبب من أحد الأسباب. إحنا إن شاء الله يعني في صدد تفاديها تبحثنا مع الإخوة في الجانب المصري على أساس إنه يوجد حلول وآليات جديدة لتفادي أي تأخير لمعبر رفح إلى مطار القاهرة. فإن شاء الله يعني الأمور ماشي بالسليم. الليلة تم الاتفاق على إنه يتابعوا مع إدارة معبر رفح تسير خروج الناس من بدري وصولهم لمطار القاهرة حتى لا يتم تأخير، وإن شاء الله الأمور يعني متأمنين خير. الزيادة اللي كانت حاطينها إحنا 160 معتمر زيادة، كان العدد 692، قال لك إحنا مش هنقدر نأمن وصول الناس بموعدهم إلا لازم هذه الزيادة ترتفع. نجرب العدد المسموح فيه اللي هو 532 معتمر بدون أي زيادة، وإحنا تواصلنا مع الشركات إنه يعني هاي عددكم المسموح لكم فيه بالتفيل، نشوف نجرب هذه الرحلة كيف الأمور تمشي. إن شاء الله ما بتمش أي تأخير، وإذا مشت الأمور وكان هناك في سهولة في الحركة والوصول إلى مطار القاهرة ممكن إن إحنا نعاود نطلب الزيادة، ممكن هم يقبلوها هذه الزيادة حتى يعني نلبي رغبات شعبنا اللي هي العدد المسجل للعمرة هو عدد أكبر بكثير ضعفي ما هو مسموح به للخروج لأداء مناسك العمرة. هناك فيه كمان حاجة جديدة إنه هو وزارة الصحة طبعا في المملكة العربية السعودية طلبت من وزارة الحج السعودي إن هناك يكون تأمين صحي لكل معتمر لا سمح الله صار معه حادث، صار معه وعكة صحية يحتاج لعملية جراحية، أن يغطي هذا التأمين هذه الأمور، لأنه كان في السابق الحكومة السعودية تتكفل بجميع المصاريف للمرضى وحوادث الطرق والأمور هذه. المرة هذه هم طلبوا تأمين صحي يعادل تقريبا 40 دينار على كل معتمر على أساس يؤدوا له الخدمات اللازمة في المملكة العربية السعودية، لو احتاج أي عملية جراحية، لو احتاج أنه علاج، يعني وهذا لا يخفيك أنه يعني بصير، وخاصة مع جميع المعتمرين والحجاج أنه بصير أنه يعني بروحوا بزوروا المستشفيات السعودية وتقوم بواجبها. بصراحة يعني لم تقصر المملكة العربية السعودية، لكن المرة هذه طلبوا تأمين صحي، وإحنا ما علينا إلا نلبي النداء، لأن هذا موجود من ضمن التسعير على المنصة الإلكترونية السعودية، فهذا لازم يندفع المبلغ هذا. فأنا سنضطر إنه هذا المبلغ يدفع المواطن لأنه هو اللي بيستفيد منه. يعني الآن حتيجي زيادة نفهم حاج؟ صحيح، رحلة 12 واحد يكون هناك زيادة 40 دينار على كل معتمر اللي هي التأمين الصحي. طب وده عفوا في المرات الماضية ما كانش يعني، ولا كيف كنتوا تعمل بالضبط؟ في المرات الماضية ما كانش يعني ما كان موجود، يعني في 2019 ما كان هذا موجود التأمين الصحي. هذا بدأ من يوم 2/1 هذا العام 2020 بدأ التأمين الصحي، ووجدوه من ضمن التسعيرة اللي بتاخدها الشركات السعودية. طبعا الشركات السعودية هذه بتدفع كمان للحكومة السعودية، يعني هذا شيء الآن خلاص لابد أنه يدفع. صحيح، أقول لك كل دول العالم على فكرة كل دول العالم حتى فيها تركيا فيها أوروبا فيها الصين كله لازم الشركات أنا بتعمل تأمين صحي.
يعني ممكن الان يتعرض لوعكه صحيه بيقدر يتعالج من خلال هذا التامين. اذاعه صوت القدس، صوت حر لشعب حر.